بخير عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وهذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في صحه شي جيده زوينه بزاف وتكونوا سعيدين ويدوز نهاركم غزال بحالكم. المهم انا يلا فقت دابا، غتشوفوا عيني باقي من فوق، شعري باقي من تحت. يلا فقت، ولكن فقت فرحان بزاف اليوم، وداكشي علاش قلت لكم ان شاء الله تصبحوا اليوم على سعاده وفرح. المهم عندي جوج ديال الاسباب اللي مفيقيني اليوم سعيده وفرحانه. الاول ديال الاسباب، وحبيت زعما نشارككم معكم الاول ديال الاسباب ديالي، انني اخيرا توصلت بالكاميرا اللي كنت كنقلب عليها. الكاميرا اللي كانت عجباني كنت كنقلب عليها ما لقيتهاش هنايا في المغرب بطبيعه الحال، مشيت سافرت ليها لكازا شحال من بلاصه لقيتها هنايا. يا ربي جاتني كادو، كون ما لقيتهاش في المغرب جاتني. صفتتها ليا واحد البنت صاحبتي، كنقولها من هنا شكرا لك نسرين بزاف لي خطيك، زعما فرحتيني. الله يفرحك حتى انتي كيما فرحتيني. مسكينه صفتتها ليا، كانت شافتني في الفيديو كنقلب عليها وقالت لي والله تنصيفتها لك، ويلا وصلتني البارح، داكشي علاش فرحت بزاف وحبيت نوريها لكم. وصفتت لي معاها هادو، اي صفتت لي معاها زعما البطاريات باش تهز هذا التريبي هذا، وهذا تا هو ديال التليفون. كنقول لها شكرا بزاف 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 بزاف، فرحتيني الله يفرحك. السبب الثاني هو اش غادي نقول لكم، كما كيقولوا من جد وجد ومن زرع حصد. الا كنتو عقلتوا على ديك المبادره اللي كنت درت ديال انني مشيت مع شي دراري ديال لافاك، ومشينا درنا واحد المبادره في واحد الدوار، صبغنا في واحد المدرسه وقديناها وفرحنا واحد الدراري صغار، يعني مشينا درنا واحد شويه ديال الخير. اليوم جاء الحصاد ديال هذا الخير هذا. اليوم عرضوا عليا في الجامعه ديال العلوم اللي كاينه في القطب الجامعي ديال ايت مدلول، ان شاء الله تمايا غادي يديروا لي واحد التكريم انا والاخت فاطمه ساره اللي كانت معايا حتى هي يوتيوبرز، غادي يعطيونا واحد شهاده تقديريه، وانا فرحانه بزاف 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 بهاد، يعني ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم. يعني درت واحد العمل اللي كنت كنطمح ليه بشحال هادي، والحمد لله حققت داكشي اللي كنت بغيت، وها نتوما دابا الثمره ديال هاد النجاح هذا بحال هكذا. يعني واخا غير واحد يعني واحد شهاده اللي هي تكريمي ولا تقديري كي بحال هكا، ولكن كتعني ليك بزاف بانك درتي واحد العمل اللي هو زوين وكتستحق شي حاجه عليه. كنقول شكرا بزاف لدوك الناس اللي كانوا مشاو معايا ويعني وتشجعوا وداروا فيا الثقه، وحتى انا يعني درت ما في جهدي باش داك العمل يكون مزيان. هما اليوم غادي يجازوني، غادي نمشي عندهم للجامعه، غادي نمشيو انا والسيده وغادي يعني نشوفوا كيفاش غادي يكون هذا الشيء، وحبيت نشارك معكم ونصوروا لكم. المهم نخليكم مع هاد اللقطات هادو ديال داك العمل الخيري اللي كنا درنا بالنسبه للناس اللي جداد عليهم ما شافوش، شوفوا اشنو كنا درنا تما، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا جيت باش نغسل سناني ونغسل وجهي، وبغيت نشارك معكم واحد المعجون اللي هو زوين باش تغسلوا به سنانكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على سناني واش درت لهم سمايل هوليود ولا درت لهم الطبيعي ولا درت لهم والو،
استعملوا دي دونتيفريس اللي هما زوينين. مثلا انا كنستعمل هذا زوين سميتو بيرل دروبس، كيتباع في كارفور، رخيصه البنات، داير غير 45 درهم. بالنسبه للبنات الدراري راه زوين، كيبيض الاسنان، كيعطي واحد النتيجه في ظرف قل من شهر. يعني كتستعملوه راه مكتوب كلشي على الباكيه ديالو، التريتمون ديالو كيفاش كتستعملوه. هذا كديروه غير مره في الصباح، مره في العشيه، جوج المرات في النهار، وكتوصلوا بالسينيال ديالكم العادي اللي كتستعملوه. انا كنستعمل سينيال سينيال العادي. وهذا زوين بزاف، كيبيض السنان ويعني كيرجعهم شويه نقيين، كيحيد منهم داك الكالكير وديك الصفوريه. كنصحكم تستعملوه، راه كاين غير في كارفور، ما كاينش مرجان ولا سميتو، كاين في كارفور، قلبوا عليه في كارفور. ها هي سميتو بيرل دروبس. دابا غادي نغسل سناني و انا يلا دابا لبست حوايجي، ما بقيت صورت لكم والو، لبست حوايجي. عقلتوا على هاد لا شوميز كنت شريتها في البلاك فرايدي في زارا، صدقات زوينه. دابا يلا لبست حوايجي، المهم صايب شعري، درت شويه ديال المكياج، غادي نخرج دابا نمشي نطرق فاطمة الزهراء، نتلاقى انا وياها باش نمشيو ان شاء الله. وهانتوما معايا، انا يلا تلاقيت مع فاطمة الزهراء. ها هي كاين معنا رضا، معنا رضا مخبي ولد فاطمة الزهراء، تا هو غادي يمشي معنا. المهم واحد الهبيله ديال فاطمه الزهراء غدا كتصبغ تفاره في الطوموبيل كتكمل الصباغه، راه ديما معطله، ما عرفت اليوم كي دارت تخرجت ليا بكري. المهم شتا واش انا حمقى انايا، يلا خليكم فغادي يمسح داك الافينمون. السلام عليكم، معكم سعاد يوتيوبرز، لاشين ديالي سعاد فاشن بلوك، بغيكم كاملين تدخلوا عندي تشوفوا لاشين ديالي. دابا من
هنايا سالينا هاد السيريموني اللي داروا هما نتائج ستاسيونيت هنا نجحنا داز كلشي زوين كلشي غزال اش بغيت نقول في حق هاد الشباب هادو مزيان حيت عندنا بحال هاد الشباب هادو في المغرب باقي كيفكروا في الناس وكيديروا مواضيع اللي هي زوينه وحساسه اللي كتقيس يعني المجتمع ديالنا المغربي يعني كيخدموا على شي حوايج اللي هي مزيانه انا كنشجعهم وقلت لهم وقت ما عندكم عاوتاني شي عمل ولا شي حاجه بحال هكذا مرحبا على الراس والعين انا معاهم دائما وكاع الناس اللي كيشجعوا على بحال هاد الاعمال الخيريه مرحبا بكم ياك فاطمه زهره والله العظيم كيما كاين شي حاجه بحال هكا حنا معاكم مرحبا بكم حنا معاكم وانا وليداتي ماشي بوحدي ايه نديروا يد في يد راه كيما كيقولوا يد وحده ما كتصفقش والصراحه كنشكروا هاد الدراري بزاف لان مساكن راه الصراحه راه كيعطيو مجهود بزاف كيسهروا حتى هما كيعطيو من جيبهم واخا ما عندهمش مساكن شي باش يعجبوني كيطلبوا من عند الناس كيبغيو يجمعوا الحوايج كيبغيو يجمعوا وكيبغيو يجمعوا واحد كنتي كثيره يعني ما كيقنعهمش شويه كيبغيو يفرحوا ايوا اش كنتمنوا لهم تتمنوا لهم التوفيق في الحياه ديالهم الدراسيه كنتمنوا لهم يوصلوا لكاع داكشي اللي كيتمنوا وحتى حنا وكاع الناس والوليدات كاملين اللي كيتفرجوا فينا اللي حتى هما باقيين كيقراو وباقيين يعني كيديروا الدراسه ديالهم الله يوفقهم الله يسهل عليهم المهم حنا دابا غادي نمشي وفين غنشوف فاطمه الزهراء غنمشيو واقيلا نديروا شي قهوه ولا ناكلوا شي حاجه المهم جانا الجوع الجوع وخلاتني بلا غدا خصني نسربي باش ما نتعطلش عليها قالت لي اونس خصها تلقاني صافي حنا غنمشيو ولا ناكلوا حنا غنمشيو ناكلوا يلا انتوما معنا رجعت للدار كيما شفتوا معايا مشيت تعشيت انا فاطمه الزهراء تعشينا في دايليز ما قلتش لكم السميه كان فيا الجوع صورت لكم غير الباكله المهم تعشينا في دايليز كاينه في شارع الحسن الثاني حدا وقيله البومبيه ولا ما نعرف المهم تما دابا يلا دخلت للدار بزاف كاع ما بدلت حوايجي جيت باش نسد هذا الفلوق هذا ونقول لكم كنتمنى يكون عجبكم دوزت نهار زوين يعني نهار سعيد زوين كما شفتوا معايا كنت فرحانه اليوم بزاف حيتاش يعني عرضوا عليا دوك الناس ويعني وعطوني واحد شهادة تقديريه يعني قدروني وعطوني واحد الحاجه اللي يعني كنستحقها حيتاش درت واحد المجهود هادشي اللي بغيت نقول لكم واللي بغى يدير شي حاجه راه غادي يوصل ليها اللي عنده شي هدف في حياته ويطابر غادي يوصل ليه ان شاء الله مهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وكنتمنى تكونوا يعني دوزتوا معايا نهار زوين وشفتوا كيفاش داز كنقول لكم ما تنساوش تخليوا لي دي جيم وتابوناو عندي بالنسبه للناس اللي جداد والناس اللي قدام عندي مرحبا بكم زعما في القناه ديالي دائما كنقولها لكم احبكم في الله كما كنقولها لكم في انستغرام شكرا بزاف للمتابعه ديالكم والتشجيع ديالكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله تصبحوا على خير بسلام عليكم.